انا ما نقدرش نستفز الجمهور المغربي حيت هو اللي عملني انا، ما عملني حتى شي واحد، ما عملت لينا شركه الانتاج لا والو، عملني الجمهور المغربي. يعني ديما غادي نبقى عاطي الاحترام ديالو ونبقى ديما في المستوى اللي كيليق بهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.